أنتم في قلوبكم نورتم هذا المكان وهذا الحفل. جاء الشعب الإيراني ليحييكم. Honoring the valiant and resilient Palestinians in Gaza, the Islamic Republic of Iran invited families of martyrs that ascended during the Al-Aqsa flood operation. In a heartwarming ceremony, Iranian crowds celebrated the families in Palestine Square in Tehran with pro-resistance chants and rose petals. The honorable families landed in Iran last week, greeted by the country's top officials. The commander of the IRGC's Aerospace Forces, Brigadier General Ali Hajizada, also received them. He vowed that the Islamic Republic of Iran will spare no efforts or means to support the resistance. He told them, "Be certain that you will change the course of the regional and global history." الفلسطينية واللبنانية واليمنية والعراقية أتوجه إليكم بالشكر والتقدير. وأما رسالتي الثانية فهي للأمة الإسلامية جمعاء. إن هذا الدم السائل هو الذي يوحد هذه الأمة ويضعها على الطريق نحو تحرير القدس وفلسطين. وأما رسالتي الثالثة والأخيرة فلا أقول أنها لغزة، لا، بل إنها من غزة إليكم. الرسالة تقول أننا صامدون، لا نعرف الاستكانة والاستسلام. لا يمكن لهذا الشعب أن ينكسر وفيه أمثالكم من هذه الأمة. أنا زوجة الشهيد عزام الأقرع أبو أحمد، استشهد بالضاحية هو والشيخ صالح باثنين واحد يعني بغارة إسرائيلية. إن شاء الله عم يمشوا على خطاه، وإن شاء الله إنه راح ينتقموا لهم، إن شاء الله النصر قادم. وأنا بحب يعني أشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية على كل شيء قدمته، من يعني من أول الناس الداعمين بلا حدود للقضية الفلسطينية. بقول رفعتوا راسنا، حسستونا أنه لسه الأمة فيها ناس تثأر لكرامة هذا الشعب، تثأر للأمة. يعني حسستونا أنه قضيتنا، لا، في ناس لسه بتثأر واقفة معانا وصامدة. يعني جزاهم الله خيراً. رسالتنا إلى محور المقاومة أن يتكاتفوا، أن يتوحدوا، وأن يستمروا حتى يتم تحقيق كل الأهداف التي سعت إليها المقاومة. نحن الآن أقوياء ولسنا ضعفاء، العدو هو الضعيف ونحن الآن الأقوى بإذن الله سبحانه وتعالى. رسالة للأمة الإيرانية، للشعب الإيراني، لسماحة المرشد، للقيادة السياسية في إيران، كما قلت، أثلجوا صدورنا وأفرحوا قلوبنا بهذه الاستقبال وهذه الاستضافة. وهذا ليس شيء غريب عن هذا البلد، فهو يعني لم يفعل ذلك الآن، إنما هو محتضن في الأصل هذه المقاومة التي نأمل من الله سبحانه وتعالى أن تنتصر وأن يكون لإيران الدور الأول في هذا الانتصار.